لو الحكاية فيها إن فيتو لو موطنا كلنا مش هنرجع، لو موطنا مصر كلها مش هترجع. قولي لي حاجة، مش هيخلصوا. هم قصدين هم يعطلوا الناس أو يخوفوهم من موضوع الاستفتاء. أيوة بيهربونا عشان ما ننزلش نستفتى على الدستور، والنبي لو موطنا كلنا أنا ننزل. أيوة. طيب قولي لي حاجة، أنت من سكان المنطقة هنا؟ أنا من السادس. من السادس، سمعت الانفجار؟ لا ما سمعتوش حقيقي. طيب قولي لي بقى، أنت كأم رسالتك إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، لما يحزن أم يحرق قلب أم على ابنها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل يد بتتبنى على ابنها. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، يحطوا نفسهم مطرح الأموال. طب قولي لي على الأمم اللي بيموت مننا بيموت شهيد، اللي بيموت منهم بيموت كافر. من مين؟ لا قولي ما اللي بيموت من الإخوان. وأنا خايفة اللي بيموت من الإخوان كافر، واللي بيموت مننا هو شهيد. طب قولي لي، هو في الجنة هم في النار وهم في النار. قولي لي حاجة، أنت دلوقتي من سكان مدينة نصر حاسة بالأمان ولا إيه؟ حاسة ما ولا حاجة بترهبنا، مفيش حاجة بترهبنا، ورايحين الشغل، مفيش حاجة بترهبنا، مفيش حاجة بتخوفنا.